جدد لكم تحية مشاهدي الكرام، ونبدأ وياكم جولاتنا الميدانية من الجسر الجوي الكويتي لدعم غزة لتواصل ولله الحمد تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. هذا الجسر يأتي في إطار الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت باعتبارها مركز للعمل الإنساني العالمي ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة في وجه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا المزيد من التفاصيل ينضم الينا من قاعده عبد الله مبارك الجويه زميلنا نواف الشراكي مراسل تلفزيون دوله الكويت. صباحك الله بالخير نواف، يا ريت تطلعنا على تفاصيل رحله اليوم من الجسر الجوي الكويتي لدعم غزه. صباح الخير نجيب، وصباح الخير مها، وصباح الخير كل من شاهدنا الان عبر برنامج العالم هذا الصباح في تلفزيون دوله الكويت. مثل ما تفضل نجيب، احنا الحين موجودين في قاعده عبد الله مبارك الجويه في مطار الكويت، وحقيقه مثل ما تفضلت استمرارا للعمل الانساني لدوله الكويت والجسر الجوي الاغاثي لمساعده الاشقاء في قطاع غزه، ومن خلفي طائره C-130 التابعه للقوه الجويه الكويتيه سوف تقلع بعد دقائق من قاعده عبد الله مبارك متوجهه الى مطار العريش المصري. وحقيقه اليوم الرحله رقم 46 تتميز عن الرحلات السابقه، ولكن تفاصيلها راح يكون معنا الان السيد انور الحساوي نائب رئيس مجلس الاداره في جمعيه الهلال الاحمر الكويتي حتى نعرف منه التفاصيل. استاذ انور صباح الخير، شكرا لك على تواجدك معنا. بالنسبه لرحله اليوم 46 من الجسر الجوي الكويتي، بماذا تتميز هذه الرحله التي سوف تقلع بعد دقائق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تميز هذه الرحله بذهاب فريق طبي كويتي للدخول الى غزه مع وفد جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، وهو اول فريق يذهب الى هناك تمهيدا لدخول غزه غدا باذن الله، واجراء عمليات في المستشفيات. وهذا طبعا جزء راح يمكثون عده ايام من ثم العوده للكويت، وبالتالي هناك فرق اخرى ان شاء الله ستذهب، وهذا جزء من انسانيه الكويت وجزء من انسانيه جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي لم تعد جهدا في مساعدة إخواننا في غزة منذ اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى. وإن شاء الله طبعا راح يكون هناك دراسة للوضع الموجود، وكذلك هناك نية لاحقا لإدخال المستشفى الميداني الذي تم التوقيع عليه. وكل الشكر لك، وان شاء الله احنا ايضا متواصلين معاكم في التغطيات المباشره بالنسبه للجسر الجوي الكويتي. شكرا لك. شكرا. نجيب، مثل ما استمعنا الى الاستاذ انور الحساوي نائب رئيس مجلس الاداره في جمعيه الهلال الاحمر الكويتي حول الطائره الرحله رقم 46 من طائرات الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى الاشقاء في قطاع غزه. اليوم اول فريق طبي كويتي يتجه الى مطار العريش لدخوله الى غزه، وذلك لاجراء العمليات الجراحيه وايضا تقديم العون من ناحية الجانب الطبي والصحي هناك. يبارك فيكم ان شاء الله، ويبارك في دكاترتنا اللي رايحين هناك ان شاء الله. زميلنا نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.